الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع استراتيجية الحوار والمناقشة درس رحلة حبة قمح. سنناقش هذا الدرس ونناقش المهارات الموجودة به. أول واحد عبد الله، تعال يا عبد الله. الحوار والمناقشة يا إبراهيم. أريد من هذا السطر كلمة بها مد بالياء. خذ الجائزة التي كنت تريدها. إبراهيم واقف بدون إذن، تجلس مكانك شركك. خزيم، تعال يا خزيم. أريد من السطر الأول كلمة بها تنوين كسر. قمح. خذ جايزة. خلاص خذ لك جايزة وخلاص عشان نخلص. عبد العزيز، حاضر يا عبد العزيز. ما هذه الكلمة؟ ما جمعها؟ فلاحون. الفلاحون. طيب، اللي بيعمل ضوضاء ويقول أنا والله ما عاد مشارك، آخر انذار. خذ جايزة. تعال يا إبراهيم، تعال يا فارس، اقرأ لي هذه الكلمة يا إبراهيم. الأرض. ما جمعها؟ الأراضي. خذ لك جايزة. هذا يا فارس، ما هذه الكلمة؟ آخر إنذار. ما جمع حبة؟ حبات. خذ لك جائزة. برضو جاي تاني من غير إذن. ما أنت شفت إبراهيم وشاورت له وطلع قدامك. تعال يا عامر، تعال يا عبد العزيز. اقرأ لي هذه الكلمة يا عبد العزيز. لام قمرية أم شمسية؟ قمرية. لماذا؟ لأن اللام عليها. ماشي يا فارس، ماشي يا عبد العزيز. حلو. وايضا وان الحرف الذي بعدها من حرف ابغى حتى كا وخف عظيمه. وهناك علامه اخرى تنطق. تنطق، احسنت. خذ جائزه. عامر، اقرا هذه الكلمه. ما معنى يسقيني؟ يزرعني. لا، يسقيني يعني ير يرويني. يرويني. خذ لك جائزه. تعال يا ركان، أنت ونواف. ركان ونواف، تعال يا ركان. يا ركان، أريد منك أن تقرأ لي هذه الكلمة. أهي الحقولة. الحقولة، كلمة الحقول مفردها حقل. حقل، أحسنت. خذ جايز. طيب، هذه الكلمة الحقول، ما نوع المد بها؟ مد واو. خذ جايزة، أحسنت. تعال يا عزام، أنت ومحمد. عزام ومحمد، اقرأ لي هذه الكلمة يا عزام. أشعتي. أشعتي، ما نوع الهمزة؟ قطر. خذ جايزة. مش معقولة كده، مش هننام هنا. اقرأ لي هذه الكلمة يا محمد. الشمس. لام شمسية أم قمرية؟ شمسية. عشان هي مثل الشمس، صح؟ خد لك جايزة. معقولة كده يعني؟ معقولة كده يا فارس؟ تفضل يا إبراهيم، أنت وفواز. فواز مهذب، لا يتكلم إلا إذا ناديت عليه. أريد منك أن تقرأ لي هذه الكلمة يا إبراهيم. طولي، ما نوع المد بها؟ و كم مد؟ طولي، كم مد بها؟ خذ لك جايزة. اقرأ هذه الكلمة يا فواز. كم مد بها؟ اثنين. ايه هم؟ الألف والياء. خذ لك جايزة.
تعال يا حمزة أنت وصالح. حمزة وصالح وأحمد. يلا التلاتة اللي لسه ما خدوش عشان الجرس هيضرب. طيب أريد منك يا صالح أن تقرأ لي هذه الكلمة. وتصبح. وتصبح. ما مضاد تصبح؟ ها جاية من الصباح عكس ايه؟ ليل. اي لا المساء. والمساء. طيب وتصبح يبقى و وتمسي. طيب اديك سؤال ثاني. فواز يا خزيم لسه ما خدتش، لسه ما جاوبتش. اقرا لي هذه الكلمه يا ابني. خلاص بقى يا حبيبي اجلس. فتنمو. ما معنى تنمو؟ تصغر. معناها مو عكس ايه؟ معناها تنمو تكبر. خد جايزة حمزة. يا حمزة اقرأ لي هذه الكلمة يا حمزة. صفراء. ما نوع المد بها؟ ألف. خذ لك جائزة. أنت يا أحمد أريد أن تقرأ لي هذه الكلمة. الملمس. لا من قمرية أم شمسية؟ قمرية. أحسن. أشكر الطلاب المهذبين وأدعو الله أن يهدي الطلاب المشاغبين.